الفساد. ما الفساد؟ هي واحد الاستغلال المتعمد لواحد السلطة مفوضة من طرف مؤسسة عمومية أو خاصة باش يقضي بها الإنسان واحد المصلحة لواحد المنفعة شخصية ليه ولا لمجموعة الناس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والمصلحة مادية أو معنوية. هذا هو الفساد. وهذا الشيء يمكن يكون في الإدارة، يمكن يكون في القطاع الخاص، يمكن يكون بين بيناتهم بشوش. وهذه القضية دي الفساد بدأ الكلام عليها أنت من عام 1999، ثلاث شهور من بعد ما اعتلى سيدنا الله نصرو الحرش، وجه رسالة للمؤتمرين في مناظرة حول المرفق العام، وحث فيها سيدنا الله نصرو على ضرورة أن المرفق العام يجب أن يكون نزيها وشفافا ومسهلا ومبسطا وديمقراطيا ليسر الولوج إلى الخدمات العمومية إلى كافة المواطنين بشيء متكافئ وبشيء منصف. من ثم بدأت أمور كتهتم بمكافحة الفساد بصفة عامة. وهذاك الشيء علاش وافق المغرب وصادق على الاتفاقية للأمم المتحدة لمحاربة الفساد في 2007، وبدأت يخلق الهيئات التي تهتم بهذا الأمر، وخلق الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الشر، وخلق مؤسسة الوسيط، وخلق مجلس المنافسة، وجاء الدستور 2011 ودستر هذه المؤسسات هذه الهيئات. وبنسى نقولوا دستر أعطاهم قوة كبيرة في الآليات التدبيرية والوقائية والمراقبة، بل خصص كذلك بابا كاملا لمحاربة الفساد وللحكمة الجيدة. فالإطار الحكومة الحديثة أو الحالية جعلت من الأولويات ديالها محاربة الفساد، وبدأت كتدقق ودير الحصيلة ديال المجهودات السابقة لذات الحكومات السابقة، وتمنات ما هو جيد وحاولات تسقم وتجود وتحسن ما هو فيه اختلالات باش يعطي نتائج جيدة، ووسعات دائرة مكافحة الفساد بعدة مبادرات وإجراءات وقوانين. وكانت من بينها أولا الولوج إلى الوظيفة العمومية أصبح عبر المباراة، الولوج إلى المناصب العليا أصبح عبر الترشيحات. هذا الشيء ما كانش، كان بالوسيطة وكان بالمباشر، وتما كتعرف الشيء. أصبح كذلك إعادة النظر في القانون المنظم والمؤطر للصفقات العمومية، بدأت تزكية ودعم الآليات الرقابة اللي هي المفتشية العامة الترابية للجامعات المحلية، المفتشية العامة للمالية، تقوية الدور ديال المحاكم المالية على مستوى بعض محاكم الاستئناف، وكذلك تعزيز دور الآليات البشرية والمادية ديال المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وتعزيز كذلك الدور ديال المفتشات العامة على مستوى القطاعات. هذه المبادرات كلها هي وإن أعطت نتائج شيئا ما مرضية، ولكن ما وصلتناش للنتائج اللي كانت سناو. المغرب الحمد لله تعيش واحد التحولات سياسية
وحل انتقالات ديمقراطية، وحل استكمال بناء مؤسسات جيد جدا يشهد له على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم، وكذلك يعيش عدة مشاريع يعني تحسن الحياة للمواطنين، خصوصا الأرامل ذوي الاحتياجات، مجموعة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مجموعة ديال الإصلاحات ومجموعة ديال المشاريع الكبرى المهيكلة للاقتصاد والمنتجة للشغل فرص الشغل إلى آخره. ولكن هذه السياسات العمومية لا يمكن أن تنزل بصدق وبأمانة وبشفافية وبنجاعة، وأن يلمس دورها المواطن ويتأثر بها وبإيجابيتها، إلا إذا كانت آلية تضمن لها هذه الأهداف، وهي الإدارة. إدارة خاصها تتحسن وتجول، وأول شيء هي مكافحة الفساد الذي مع الأسف موجود في جميع بقاع العالم، وحنا مأطرين به بزاف، لأنه له أثر على ثقة بالمواطن بالإدارة، ولها وعنده ثاني كذلك واحد السلبية على مستوى صورة المغرب في الخارج، وهذا الشيء تأثر على الاستثمار وعلى الاستثمارات الخارجية وعلى إلى آخره. فدرنا تقييم وشفنا أنه هذه المبادرات كلها ديال محاولة يعني حد من الفساد ما عطاتش نتائج كبير، رغم المكننة، رغم إدخال التقنيات الحديثة، رغم الآليات لخدمات الدرك الملكي والمراقبة إلى آخره، يعني عدة إجراءات دالت، ولكن النتائج بقت محدودة وإن كانت جيدة. قينا في سن الرتبة ديالنا في الوسط ديال الدول، وحتى التنقيط في الوسط، في حين أننا بلد بحالنا يستحق أكثر. قلنا لماذا لم ننجح؟ درنا تقييم ولقينا الخلل، أن ما كانش الالتقائية ديال المشاريع ديال المبادرات، وما كانوش آلية ديال التتبع، وكان التفرقة والتشتت، والأهداف ما كانتش مرسومة، والضمان ديال النجاح ما كان شايت، ويعني الآليات المادية ولا البشرية ما كانتش متوفرة، القياس ما متوفر شايت، واحد المجموعة هاد الحوايج ما متوفرتش. إذن بدينا كنخمو واش غادي نعملو. فعلا التأمنا وطلعنا على عدة تجارب دولية، وقمنا بعدة مناظرات وعدة ورشات وعدة لقاءات وطنية ودولية، واستأنسنا بمؤسسات دولية لها ديع ولها باع في هذا الأمر وخبراء، وأسسنا لجنة سميناها لجنة الإشراف على إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. أردناها لجنة تعمل بشكل تشاركي تجمع كل مكونات المجتمع المغربي، فيها المجتمع المدني ممثل في ترانسبارنسي المغرب، فيها الهيئات الدستورية اللي فيها مؤسسة الوسيط والهيئة الوطنية للوقاية من الشغل، فيها الحكومة يعني الوزراء الممثلين للقطاعات الأكثر عرضة للفساد، فيها كذلك برلمانيين مغاربة ضد الفساد، وفيها القطاع الخاص ممثل في السجير يعني الاتحاد المقاولات المغرب، 14 ديال الناس خدموا في انسجام تام، وداروا عصارة وقراءة متأنية المبادرات السابقة، واطلعوا على تجارب دولية ناجحة، وتلقوا واحتكوا بعدة خبراء دوليين، سواء من المنظمات الاقتصادية ديال لوسيدي أو منظمات أخرى على مستوى الأمم المتحدة، وأنتجوا
بعد تشاور وتمحيص. هذه الاستراتيجية، وهذه الاستراتيجية المرجعية ديالها شنية أو أحد الركائز ديالها، هي أن هذه اللجنة ما لقاتش شي وصفة خاصة لمكافحة الفساد، ولكن أي استراتيجية ما يمكن لها تنجح كيفما كانت الإرادة ديالها إلا بتوفر أربعة أشياء: الإرادة السياسية، انخراط جميع مكونات المجتمع للالتزام بالتشديد في التنزيل لمضامين الاستراتيجية، والزجر إن اقتضى الأمر. ده مرة قسم يتوفر، وبالطبع تولدت هذه الاستراتيجية اللي تقدمت سيد رئيس الحكومة كأول استراتيجية على المستوى الوطني في مكافحة الفساد، ووافق عليها السيد رئيس الحكومة. ملي تنقول وافق عليها، وافق على المضامين ديالها، وعطى يعني الاستعداد لتوفير الإمكانيات المادية والبشرية. هذه الاستراتيجية سألخصها في بعض الدقائق، ولكن لها حمولة كبيرة جدا، لها رؤية، وهو في أفق 2025 سنحد من الفساد بشكل ملموس. لها هدفين: أولا تعزيز ثقة المواطن في الإدارة، ثانيا تحسين صورة المغرب على المستوى الدولي.